مشاهدي الكرام، معنا خبير إدارة المخاطر الأمنية الدكتور إيهاب يوسف. دكتور إيهاب، مساء الخير. مساء الخير حضرتك، أهلا بك. ربما الحادث الذي وقع صباح اليوم في البدرشين لابد له أيضا من تفسيرات لمحاولة لفك وفهم المحاولات التي تؤدي إلى مثل هذه الأحداث. حياتك السادة المشاهدين، وتعزينا بالشهداء وأسرهم والشعب المصري كله. وللأسف الأحداث دي متكررة، مش بس عندنا، متكررة في الدول كتير. يمكن الحادث اللي حصل من يومين في السعودية بيدل على نفس الحكاية. الفكرة إن التنظيمات الإرهابية بتشتغل على مستوى العالم، ومن ضمنها مصر، في محاولة لإرقاع العالم وإجباره على الانصياع للتنظيمات الإرهابية دي وترك مساحة ليهم للحركة أكثر. كل ما زادت عمليات المكافحة وعمليات المقاومة وعمليات جمع المعلومات عن التنظيمات الإرهابية وترابطها بالاستباقية اللي بتتم ليهم وقتل الخارجين على القانون عندما يتم محاولة القبض عليهم ويتعاملوا مع أجهزة الأمن بالسلاح، وبالتالي بتضطر أجهزة الأمن إنها تتعامل معهم بيسقط منهم قتلى. كل ده في النهاية بيصب في حالة عملية الاستمرار أو محاولة الاستمرار من قبل التنظيمات، لأن هم أصبح بالنسبة للتنظيمات الإرهابية ما عندهمش غير الحل إن هم يستمروا في العمل على أقصى درجة، عشان هو عارف إن كل ما أجهزة الأمن تقدر تتحصل على معلومات أكتر ده معناه إما ضبط خارجين على القانون أو سد ثغرات أو يعني وقف عمليات تمويل بتكون رايحة للتنظيمات الإرهابية. وبالتالي كل ما زادت عمليات الأجهزة الأمنية في عمليات الضبط، كل ما زادت التنظيمات الإرهابية في الشراسة بتاعتها. وده يمكن اللي مخلي الناس شايفة في كثافة في العمليات الإرهابية الفترة الأخيرة. لا، مش معناه ان احنا مش مفروض نبذل مجهود اكتر كاجهزه امن، وان اجهزه الامن عليها انها يعني تراجع الخطط بتاعتها وتشوف ايه اللي ممكن توفره عشان خاطر تقدر تامن الاكمنه بتاعتها على مستوى الجمهوريه. ولكن الهدف الرئيسي للتنظيمات الارهابيه في المرحله دي انها تزود العمليات بتاعتها. طب ليه هي بتزود العمليات؟ اولا عشان ما نقدرش نحقق نجاحات، تفضل مصر موجوده على ساحه الاعلام الداخلي والخارجي ان فيها تنظيمات ارهابيه وان فيها اعمال ارهابيه، وبالتالي ده بيعوق عمليات الاستثمار والسياحه وكل ده. نعم. أنا سعيد بالتصريح اللي حضرتك قلته بتاع سفير الاتحاد الأوروبي، اللي هو بيقول إن الاتحاد الأوروبي بيضع إيده مع مصر في عمليات المكافحة وبيدعمها تدعيم كافي. أنا بعتقد إن ده مبني على الاجتماع بتاع الجي 20 اللي حصل الأسبوع اللي فات، لما الاتحاد الأوروبي كله والجي 20 أعلنوا دعمهم لمصر والدول اللي بتكافح الإرهاب، وقالوا إن هم هيقفوا ضد قمة الـ20. نعم. اجتماع قمه الـ20. نعم. الهدف من ده لان هم شافوا ان العمليات الارهابيه ما بقتش بس موجوده في الشرق الاوسط زي ما كانوا فاكرين في 2011. الاتحاد الاوروبي في 2011 لما كنا بنقول لهم، وكان يعني التحركات الدوليه كلها كانت بتاخدنا ناحيه ان احنا بنبلغ العالم كله ان خلي بالكم الارهاب مش هيقف في الشرق الاوسط وانتم هتبقوا عايشين في مأمن هناك. ويمكن بعد ثوره 2013 وتولي السيد رئيس الجمهوريه ابتدينا نوصل رسائل مباشره، والسيد الرئيس اعلن كذا مره ان الارهاب مش هيقف عندنا، غصب عننا هيروح لكم. ما كانوش هم مصدقين ده لما شافوا العمليات الارهابيه بتحصل هناك بالبشاعه اللي بتحصل فيها دلوقتي، ابتدى يقول لحضرتك انا مستعد ان اتضامن معاك. نعم. دكتور ايهاب، يعني بالاضافه الى ما اشرت حضرتك اليه، وبالاضافه الى التطور والتطوير في امكانيات الشرطه في مواجهه هؤلاء، خاصه في ضربات استباقيه حدثت منذ ايام من خلال الشرطة المصرية، لكن بنلاحظ انه اختيار اللي بيتم اختيار غالبا بيكون في اوقات فيها مساحة موجودة فيها هدوء، غالبا في ايام اجازات، وبالتالي بتبقى نقطة ضعف احيانا في عدم ترصد ما يقوم به هؤلاء من اختيار اوقات معينة واماكن معينة للقيام بضرباتهم. كلام حضرتك مظبوط. هكمل بس النقطه اللي كنت بتكلم فيها وهرجع للنقطه حضرتك بتشيرها، ودي نقطه في غايه الاهميه. لما كنا بنتكلم على الاتحاد الاوروبي وان هم عندهم استعداد ان هم يتعاونوا، احنا بنتمنى ان يكون التعاون ده في اعلى صوره، وهي صور التعاون في دعم المعلومات دي. نعم. وده اللي احنا محتاجينه اعتقد في المرحله الحاليه، ودعم اللوجستي. الجزء اللي حضرتك تفضلت بيه اللي هي في ساعات معروفه ساعات الخدمات، في ساعات الاسترخاء اللي هي مع طلوع الشمس. ده اللي بنلاحظه الحقيقه. بالظبط. وده عاده التوقيتات اللي الارهابيين بيستهدفوا فيها القوات في هذه المرحله. نعم. مش لان القوات بتتراخى، ولكن بطبيعه البشر. فهنا طبعا انا واثق ان الاجهزة الامنيه بتراقب وبتتابع الخطوات اللي بتتعمل والتكييفات اللي موجوده والاكمنه، وفي عمليات تنشيط دائمه. بس احنا بنلفت نظر الناس الى ان
في لحظات معينه الارهابي بيبقى عارف ان دي لحظات معينه ممكن يكون فيها حاله استرخاء. ده من ناحيه زي ما حضرتك تفضلت يوم جمعه موتوسيكل بلا شك هيكون من غير لوحات معدنيه او هيكون الموتوسيكل مسروق. كل الحاجات دي اصبحت بالنسبه لنا بقت متكرره. فاحنا هنا لازم نقول طيب ايه اللي احنا المفروض نعمله واحنا عارفين ان احنا دخلنا في عرين يعني عرين التنظيمات الارهابيه وبنفتت التنظيمات وبنشتغل على تفكيك الخلايا بتاعتها وعندنا ضربات استباقيه الامن الوطني والاجهزه الداخليه كلها بتقوم بيها بالتعاون طبعا مع القوات المسلحه. يبقى لازم نبقى احنا عارفين ان احنا عملنا هيجان فيه يبقى هو هيطلع عشان يعمل عمليات. لازم طبعا اكيد الناس بتوعنا واعيين للكلام ده واكيد ان هم بيشتغلوا على ان هم يوقوا نفسهم شر هذه التنظيمات الارهابيه. بس طبعا ما نقدرش ننكر ان مصر مساعدتها كبيره. التنظيمات التشكيلات الموجوده من القوات سواء كنا بنتكلم على شرطه او قوات مسلحه موجوده على مدار الساعه ال 24 ساعه 365 يوم على مستوى الجمهوريه. لما بنتكلم على كمين بيتضرب ده معناه ان الارهابي قاعد يرصد بيشوف 10 اكمله لحد ما ينقي نقطه ضعف في كمين معين. نعم. بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انها تكون اخر عمليه ضد اجهزه الامن، ولكن طبعا احنا متاكدين ان الحرب اللي احنا بنخوضها ضد الارهاب لازم هيسقط فيها ضحايا وهم واثارهم محل تقدير بالنسبه للشعب المصري ومحل تقدير بالنسبه للدوله المصريه لان دمهم فعلا بنبني مستقبل اولادنا ان شاء الله في المرحله اللي جايه. ولازم هنتخلص من الموجه دي زي ما تخلصنا منها في الثمانينات. يمكن اللي احنا فيه دلوقتي اشرس كتير من الثمانينات بس ان شاء الله هنتخلص منها وان شاء الله هيكون قريب. شكرا جزيلا دكتور ايهاب يوسف خبير اداره المخاطر الامنيه معلقا على حدث ابو سير بالبدرشين صباح اليوم.